أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا ويزاري وبسو بروغرام لا يقبهون دمهوني كلفو كراساتشن بروغرام يكتل عيدا لم يميهونو قن نقل قن بروغرامون يتشفنا لما درق يكل إن شاء الله كأند كتاب لاي تعريف الإيمان سلا إيمان من النت يتناقرون يتوسنا نتب إن شاء الله إن ملكة اللن إيمان من دنور إيمان بمسلم وش منت يالو بطا ويمد مطر قواميو من مسلال. يعرف العلماء الإيمان، يعرف العلماء يمسكو مهران وش علماء وش لكاون توش ستنتنوت الإيمان. إيمان من اندهونا سيقلتوت بأنه نية وقول وعمل. إيمان مالت عندنيا نية لباوي حسابنا قرطينيت نو، وقولن بملاس ميجلس نغغر نو، وعملن باكال يميتاي دغمو سرانا تغبار نو. انغدي 3 نغر الله معناتنو 3 نغر الله. الاعتقاد بالقلب بلب وقنا مستت يغدايون ونتانت امنو مقبل. والاقرار باللسان بملاس ممسكر تككلنياتن مناغر. والعمل بالاركان بسونت اكالاتوش دمو سرتو مگنيت، بسونت اكالاتوش تازونا سرتو تغبرو مگنيت ايمان يسنيال. يه ايمان ميبالو نگر يزيد بطاعة الله، يا الله انت ازاز بمفصم يميچمر يميادگنو. كالصلاة والصيام والزكاة، صلاة بمسجد لا الله صوم بمصوم لا الله بلو زكاة جنزبن بموتات ايمان يچمر يتنكر يميهدنو. وينقص بالعصيان، اللهم بمامس بوانجل دقمو بتكارانيو يميك النس نقرنو إيمان مبالو. فالإيمان هنا يقوم على ثلاثة أركان متكاملة. إيمان مبالو نقر صوست بتمولو مسارتاوي معزنوش لاي يميكو منو. كالنزي كصوستو إيمان لزل لاي چلم. كل ركن منها له نصيب ودور في إقامة بناء الإيمان. ياندندو مسارت ياندندو معزن بسومان النتوست بمان يوم مؤمن قلب وسط مالتنو ايمان بمقاقومنا بمجنبات رقد يراسو منالو يراسو درشالو مالتنو. سوستون درجاوش ايمان بمستكاكل رقد يراساتشو منا درشالاتشو. لمسالي فالنطق بالشهادتين، بشهادتين من ناقر ممسكر اعلان عن الانتماع الى الاسلام ودسلمنا متقاتن قلص مارق مالتنو ماساوق مالتنو. والدخول فيه ودسلمنا مقبات تقلل بلو مكاتتن يفا موتاتنو. والانتصاب لأهله لذا بالبيت لهنوت لمسلموتنا لمؤمنوتهم عبرو متقاتن عند مهونن يميقلسنو. وإظهار النية للعمل بشريعة الإسلام وأحكامه اندزيهم دقمو بوست تكمت النية يفا بموتات بسلمنا هقنا دنقاقي لمسرات وسنو مقبات ياسيال. لمسالي كالصلاة، صلاة لمسجد، والزكاة زكاة لموتات. سلزي وبمجرد النطق الإنساني للشهادتين عند سو شهادتين بملاسو بتشا بمناقرو فإنه صار عضوا في جماعة المسلمين. عدتك علي بمسلم والجماعة وست عندك علي هنا المالتنا سو يو شهادتين كتنقر كمسكر كمسلم والجماعة كالي هنا له ما لهم لنسو لمسلم وچي الله چهولو لسو ينوروال. وعليه ما عليهم بنسو لا يلب باچو نگر هلو دقمو بسو لا ينوربتال. ولذلك يجب على المسلم أن نطق بالشهادتين والإعلان عنهما إلا إذا كان هناك ضرورة. من يوم مسلم بهنا سولاي شهادتين من ناقر شهادتين ممسكر قد لبتال مالتنو. والإعلان عنهما سلا النسو ميفاوتتو من ناقر ممسكر من البات يعني اللي من ناقر ميكالكلو من البات إلا أن يكون أخرس دنقرو دودا ليهون يشلال من ناقر ما يشل سلا زي اند زي هينتو سو ياو يعني بمي أملاك كتبت ناقر بچانو يميبكا قالت كزاوج هنا سوغن من ناقرو قدي هنا عالم عالتنو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو العرب إلى الإسلام. نبياتنا عليه الصلاة والسلام عربوشن وددين الإسلام يطرواتشو نبر فيقول من الواتشوال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
ሁላችሁም ላ ኢላሃ ኢላላህ በሉ ካንደ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢላላህ ከሱ በስተቀር እውነተኛ አምልኮ የሚገባው ማንም የለም በሉ ፍላጎታችሁን ታገኛላችሁ ትድናላችሁ ይሏቸው ነበር وكان الرجل اذا اراد الدخول في الاسلام يقول له النبي صلى الله عليه وسلم عند سود اسلمنا مغبات بيفلق نبياتنا عليه الصلاه والسلام من يلوت نبر اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كان الله بستقر بونت من ملك املاك على منورون مسكر الله نبي محمد عليه الصلاه والسلام يا الله ملكتنا نبي مهوناچون مسكر الله بلو اندينناجر يستمروت نبر وقد قال الله تعالى اللهم بقدس قالوا من بلوال ومن احسن قولا نغغرو يا مار ما نو الى نغغرو يا مار ما نو ممن دعا الى الله ودا الله منجد ودا الله دين ከተጣራ ሰው የበለጠ ንግግሩ ያማረ ማን ነው ወአሚለ ሳሊሃ እርሱ መልካም ሰሪ ሆኖ وقال انني من المسلمين እኔም ከሙስሊሞች ነኝ በማለት ወደ አላህ መንገድ ከመጣራ ሰው የበለጠ ማንም ንግግሩ ያማረ የለም ይላል በዱንያም በአኺራም ያማረ ሰው ለመሆን ከተፈለገ ወደ አላህ መንገድ መጣራት وقال انني من المسلمين እኔም ከሙስሊሞች ነኝ ማለት ይተበቃል ማለት ነው عندذيهم فاذا قال المسلم اهونم ياو يملاس مسكرنت لاينا يالنو ياندانداچو يالاچو اندرشال انملكتنو معناتنو عند مسلم بميناجر بساعات معناتنو لا اله الا الله لا اله الا الله بلو سيناجر فان له مال المسلمين من حقوق مسلموچ مينوراچو مبتوچ كله እሱ ሚኖራዋል ማለት ነው ወአለይሂም አለይሂም ሚዋጅባት በሙስሊሞች ላይ የሚኖረው ግዳጅ ሁሉ እሱም ላይ ግድ ይሆንበታል فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ማለት ነው አህሉ መካዎች ሙሽሪኮች ማለት ነው በካዕባ ዙሪያ ጣዖት ያመልኩ የነበሩ ሰዎችን ምን ተዝጃለሁ አሉ ኡሚርቱ አን ቃቲለ الناس እነዚህን ሰዎች እንድጋደላቸው ታዝጃለሁ حتى يشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله ويمك عند الله واستقر بونت من ملك املاك يلن بلا اسكي مسكروا درس وان محمد الرسول الله اني الله ملكتنياونا نبيو اندهونكون اسكي ناغرو درس تازج يالو اندغادلاچو ويقيم الصلاه صلاه ناستكاكلو اندسجدو ويؤتوا الزكاه زكان ويمصواتن باغبابو اندسطو فاذا فعلوا ذلك يهنن كتغبروت عصموا مني دماءهم واموالهم دماچهم ሆነ ንብረታቸው አደጋ ላይ ከመውደቅ የተጠበቁ ይሆናሉ الا بحق الاسلام እስልምና በሚጠይቃቸው መብት ካልሆነ በስተቀር በእስልምና መብት ላይ ግን የሰው ደም አፍስሰው ከሆነ ደማቸው ሊፈስ ይችላል እንደዚሁም ደግሞ واجب የሆነባቸው ዘካ ላይ ማውጣት ከተፈለገ ግዳጅነት ዘካ ሊጠየቁ ይችላሉ ከዛ ውጪ ግን የተጠበቁ ይሆናሉ ስለልባቸው ጉዳይ ወሂሳቡሁም አለላህ ተዓላ ምርማሪያቸው እጌታቸው ዘንድ ነው እሱ ብቻ ነው የሚመረምራቸው ነው እንደዚሁም ወካነ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያምሩ አስሃበሁ ለዚነ ይባዕቱሁም ኢላል ቢላዲ ለቲ ተድኹሉ ፊል ኢስላም ሰዎች ወደ እስልምና እንዲገቡ የሚፈልጉ አገሮች ላይ ሰሃቦቻቸውን በሚልኳቸው ሰዓት ያዟቸው ነበር አንየብደኡ ቢዳዓወቲ ኢለል ኢማኒ አወለን ከሁሉ በፊት መጀመሪያ ወደ ምን እንዲጠሩ ወደ እምነት ጎዳና እንዲጠሩ ነበር የሚያዟቸው ማለት ነው የሚያጠሩ የሚያዟቸው ወደ እምነት ጉዳይ እንዲጠሩ ነው فاذا قبل الناس الايمان ከዛም ሰዎች ይሄንን እምነት ፈቅደውና ወደው ከተቀበሉ ዳአሁም ኢላ በቂየቲ አርካን ወደ ተቀሩት የእስልምና ማዕዘናቶች ኑ በማለት ይጦራቸዋል ማለት ነው فقد قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب الى اليمن معاذ بن جبل ወደ የመን ያላህ መልእክተኛ በላከው ጊዜ እንዲያስተምራቸው يعلموا اهلها الاسلام በውስጡ ያሉትን ሰዎች ስለ እስልምና እንዲያስተምራቸው ሲልኩት ምንድነው ያሉት ፈልየኩን አወለ ማ ተድዑሁም ኢለይ ሸሃደቱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ አሉት መጀመሪያ ለተደርግላቸው የሚገባው ጥሪ ላ ኢላሃ ኢላላህ ነው ብለውታል انك تاتي قوما من اهل الكتاب ነው ያሉት اهل الكتاب አይሁዶችና ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ዘንድ ተመጣለህና ስለዚህ የመጀመሪያ ጥሪ ምን መሆን አለበት ላ ኢላሃ ኢላላህ እንዲሉ መሆን አለበት አሁን ይሄ ሐዲስ ለኛ ምን ያስተምራናል ማለት ነው እነዚህ ክርስቲያን ወገኖቻችን እውነት የጠማቸው ሰዎች ሁልጊዜ ስናስተምራቸው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ነጥብ ተውሂድ መሆን አለበት ማለት ነው
سلا توحيد مهونا اللبت إنيا مسلموك بتوحيد يمن اللي مهوناتشن عبادات لأن داملاك لالله بيتشان دهونا شهادة أن لا إله إلا الله كيتن يوم دين من دميليين للناس تمراتشو يقبال نبياتنا عليه الصلاة والسلام معزن مسلكوت فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى اللهم ببتشينت نتلو السنن دياملكوت اندق زوت راتشو فإذا عرفوا ذلك ويم كتكبلوه يهن النقر وكنا ستو آمنوا كتكبلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الله بلليتنا بكان أمستوك سلات قد داجن دادر رقباتشو دقمو نقراتشوالو كشهادتين كتلو سلات كذا قطلوا على حديث يقطلال زكا ليلوش نطبوچ ماستمروال معناتنو سلازي كل غزيان بزوتارينت قدميا يميسطو نطب يميجمرو سلامن يهونال معناتنو سلا ايمان يهونال معناتنو شهادتينن بمناغر رغد اما العمل بالاركان اشي مناغر ميلون اطرب على ملكو بزي ملكو كاينو باكال تغبرو مگنيت سرتو مگنيت يميلو دگمو ترغمو أداء بقية فرائض الإسلام يتقرّتني إسلامنا دنقاقيوش هقيقاتوش المفلت سمنو كالصلاة صلاة مسجد والزكاة مسوات الموتات لأنها الأركان التي فرضها الله تعالى يهم الله قد جدرقو مسارات سلوهننو ليعبر المسلم عن صدق التزامه بالشهادتين شهادتين بملاسو يتنقروا النقر بتقبار ميازن يميقل سبت سلوهن بالنزي نقر التاززال فيصارع إلى طاعة الله تعالى اللهم ودم التاززي يتشاكولال ويترك ما يغضبه سبحانه اللهم يسقطوا النقر كما تقبر يتوال مالتنو وهو أمر يتفاوت فيه الناس سويتش من البلالة أبتهم بزيه بسرانو مالتنو بملاساتشو كل شهادتين انتناقرو كل ورسل من نايقبالو كذا بحالاقن بتازاج النتاتشو بميسر وطسراقن عندوك الليلو بدرجة يبلالة أهال مالتنو لأن الإيمان يزيد وينقص إيمان ويم أمنة ميبالو نقر يميش أمرنا يميك أنس نقرنو يزيد بالطاع وينقص بالمعصية اللهم بمتازاز يجمرال بمامسنا وانجل بمسراس تقمو يك النسال وقد قال الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يا الله انك سويش بتنببو الله تشوك زيئيلا زادتهم إيمانا إيمان يك أمر الله تشوالي فزاد إيمان المؤمنين لما قرأت عليهم آيات القرآن يا الله قال سلتنبب اللاتشو يمؤمن وشيمان جمرال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاة والسلام من بلوال الإيمان بدع وسبعون شعبة إيمان مالت ودى سباهلت سباسوست كرنج عفو تشالوت سباهلت سباسوست كرنج عفو تشالوت كالنزي مكاكل أعلاها كسباهلت كسباسوست كرنج عفو تشو كفتن يدرج على يلومانو كإيمان كرنجافوت استيصافوا لنيا جماعة ودى سباهولت ودى سباسوست كم يدرسوت يا إيمان كرنجافوت مكاكل أعلاها كفتن يو يا إيمان تارا من دنوسم اوكي أشي خير هلا شو ملساتشوال ميستر بالاو كرماتشوال لا إله إلا الله يميلونه كهلو بلاجو لا إله إلا الله ننها الزرائت ورشيبت اكسبت الله يميلو مالتنو ونتن يعملكو يميقبو يلم كأند الله بستكر لا معبود بحق إلا الله يميلو وأدناها زكتن يودك ميتن يونو زكتن ياسيب باليو كليلو چانسار مالتنو براسو زكيله يورد مالت ايدلم الله زند يالو درجة اجيك بتام نومي هونو كليلو چانس ارسي تايي دقمو بتكارانيو زك تنيا يمي بالو اماطة الاذا عن الطريق كمان قد لاي سوون امياس چقر نقر مانسات مالتنو سوون امياس چقر نقر مانسات برتوكوان يموز للتاج ليلوش نقروش سباري ترمسوش بمنقر ستهيد انت تتنققه تهيدي هونال قن ستايو كانتو هالا يالو سووش اقراتشو لي قررت اشلال عدالتواتشو لي ودك اشلال لو يقود دالو بله سلن نسو عصبه سلن نسو تجنقه مالتنو اينا سووروشن بيهوني او وچاو يايناتشو يتاورو مالتنو
ይጎዳሉ ብለህ አስበህ ከመንገድ አንስተው ጥግ ጥግ ላይ አስይዘው ብትሄድ ይሄም የኢማን ፓርት ነው አላህ ዘንድ አጅር የምታገኝበት የምትመነዳበት ነው ነው ግን ይሄ ሲባል ያው ምን ማለት ነው ዝቅተኝነት ከሌሎች አንጻር ማለት ነው እንጂ በራሱ ዝቅተኛ አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢነ الرجل لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها بلوال من رضوان الله عز وجل اللهن የሚያስደስት اللهن የሚያስወድድ የሆነ መልካም ንግግርን ሰውየው ይናገራል ስለ ጉዳዩ ግን ቦታ አይሰጣትም ያላትን ደረጃ አያውቅም ነገ ግን በጀነት ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ልታስቀምጠው ትችላለች ተብሏል ስለዚህ ትንሽ ነገር አይናቅም ማለት ነው ልክ ያለውን የሰጠን ፉጋ ይባለም እንደሚባለው ኸይረ ስራ ሆኖ የሚናቅ የለም ማለት ነው እቺ ምንድነች አይባልም نعم فبين صلى الله عليه وسلم ان للايمان درجات منها ايمان ብዙ ደረጃዎች እንዳሉት እንግዲህ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ተናግረዋል ከነዚህም መካከለ ደረጃቱ العاليه ከፍተኛ ደረጃ እንዳለ ገለጹልን وهناك الدرجات الدنيا ወይንም ደግሞ አይ አቀል ማለት ነው ዝቅተኛና ትንሽ የሆነ ደረጃም እንዳለ ነግረውናል وقد فرق القران بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون እንደዚሁም ቁርአንን በሚያውቁ ሰዎችና በማያውቁ ሰዎች መካከል ልዩነት መኖሩን ነግሮናል فقال سبحانه اللهم نلال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون እነዛ የሚያውቁና የማያውቁ ሰዎች ይስተካከላሉ እንዴ በላቸው ይላል የሚያውቁና ማያውቁ ሰዎች እኩል ይሆናሉ እንዴ አይሆንም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይለያያል እውቀት በራሱ ኢማንን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ለውጥ አለው ان الايمان يبدا في القلب ضعيفا ضئيلا ايمان በሰው ልብ ውስጥ ይላል በሰው ቀልብ ውስጥ ደካማና ትንሽ ሆኖ ነው የሚጀምረው በጣም ትንሽ ደካማ ሆኖ ይጀምራል ኢማን ሲጀምር كانه بذره صغيره በቃ የሆነ ትንሽዬ ፍሬ ያለ አይደል የሚዘራ ልክ እንደ ዘር ፍሬ ትንሽዬ ሆኖ ይጀምራል فإن رواه صاحبه وسقاه بالصلاة والزكاة والصيام والحج ታዳ የዚህ ኢማን ባለቤት የሆነው ሰው ሶላት በመስገድ ዘካ በማውጣት ጾም በመጾም حج በማድረግ ولا اعمال الصالحة ጥሩ ስራዎችን በመስራት የሚያጠጣውና የሚመግበው ከሆነ ወነቃሁ من كل سيئات ومعصية الله ከከለከለው መጥፎ ተግባር ከወንጀል ሁሉ የሚያጠራው ከሆነ ነመል ኢማን ወዛድ ኢማኑ ያደገ እየጨመረ ይሄዳል واصبح كالشجرة لها اصول وفروع ከዛ ምን ይሆናል መሰረት ማለት ነው ከታች ስርና ቅርንጫፎች ያሉት ዛፍ መሆን ይጀምራል ማለት ነው ወሰመረቱን ወዝሉን ፍሬ የምትሰጥ የምታፈራ ጥላዎች ያሏት ሌላውንም ማስጠለል የምትችል የዛፍ ኢማን መሆን ይጀምራል ሐታ ሷራ ከአንሁ ከልጅባ ከአንሁ ልጅባል ጭራሽ ራሱ ተራራ እስከመሆን ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ያድጋል فإن ترك صاحب الإيمان إيمانه ታዳ የኢማን ባለቤት የሆነው ሰው ይህንን ኢማኑን እየተወደመ ከሄደ واهمله ችላ ካለው ضعفه ከዛም ኢማኑ ይዳከማል وماتت البذرة ፍሬዋ መጨረሻ ላይ ትሞታለች በመድር ላይ የማታፈራ ደረቅ ሆና ትቀራለች ወልኢያዙ ቢላህ አላህ ይጥብቀን ከእንደዚህ አይነት ውርደት ስለዚህ ኢማን ሪጅድ አይደለም ይጨምራል ይቀንሳል ከፍ ዝቅ ይያለ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው እና ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ይሄ መልካም ስራ መንገዴ የራሱ ምን አለው ማለት ነው የራሱ ነሲብ አለው የራሱ ድርሻ አለው ኢማን የሚባለው ነገር በማሳደግ ቀደም በመላስ መናገር የሚለው ነበር ያየነው አሁን ደግሞ በአካል መስራት አሁን ማንቀረስ ይባል ወአመር ሩክኑ الايمان الثالث فهو اعتقاد القلب በልብ ማመን የሚባለውስ በልብ ውቅና መስጠት የሚባለውም የራሱ ደረጃ አለው ኢማንን በመጠበቅ ረገድ وهو اهم هذه الاركان الثلاثه السابقه በተለይ እስካሁን ከተጠቀሱት ከሶስቱ የእምነት መሰረቶች ማዕዘኖች ውስጥ ማለት ነው በጣም አሳሳቢውና ዋናው ቦታ ሊሰጠው የሚገባ እሱ ነው لأن الإنسان إذا نطق بالشهادتين دون تصديق لهما كان منافقا አንድ ሰው ሸሃደተይን ሲናገር እሚመስክርባቸው የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይነትና የአላህን ጌትነት በልቡ ያላመነ እውነት ብሎ ያልተቀበለ ከሆነ ምንድነው የሚባለው ለምስክሩ ሙናፊቅ ተብሎ ነው አይደል የሚጠራው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ኢማን
بلب بست سكمت والسان النتن دلو يا سيال. والمنافق جزاؤه عند الله تعالى النار أعاذنا الله من أهل النار. منافق هنا صدمه من دو كفياو الله زند من دنو جهنم سات مقباتنو بل الدرك الأسفل من النار اندوم كجهنم سات زكتنياو جهنم يمچرشاو مالتنو دركات كتاتشكالو ساتوستنو يمي مدبو كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقانوش كجهنم سات يمچرشاو آزكتوستنو يالوت ولن تجد لهم نصيرا كأسات لكلاك للاچو يميچل رداتنا التاقن للاچو وميلال نعم عند زين السوتشن قديه وقد عاش هؤلاء المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيات صلى الله عليه وسلم زمن ينور نبرو وكان زعيمهم ورأسهم وأن تشو يبلاه تشو كمنافق المكاكل ما نبر عبد الله بن أبي بن السلول مبالم منافق نبر مالتنا سلذهم إن تصديق القلب بالإيمان أمنة بلب وكنا سطوت آمن ومكبل هو أهم الأركان الثلاثة كسوست معزناتوش وانونا والسانيو معزنو فقد يقصر المسلم في أداء بقية الأركان لمثالي بتكررت نقروش مسلمي هنا سو لياغودو لشلال بملاس بمن ناقر رقد ذكري مساس صلوث لاي دكامالي هوني شلال بأكال بمتقوير رقد عندان واجباتوش لاي سنف هونو لقيني شلال فيغفر الله تعالى له إلا إذا كذب بقلبه لن بزينته تقاق انتفاتوشو الله برحمته يكر ليلو شلال بلبو قن يستباب بلقن كهونا ولم يؤمن إما يمن قن كهونا من المفلق نقر بيادرق مهرة يلوم الله من اندارو إن الله لا يغفرو أن يشرك به إن الله لا يغفر الله بفتص معيمرم يكرايلم ماله أن يشرك به برسو مقاراتنا له بالله لا يشاركو تعوتنا عملكو توبة سايدر قل لموتسو الله فتص معيمرهم ويغفر ما دون ذلك كزاوج لالو قين يمرال لالا تملكتون قدي بلبوتك كلان يامنتيزو ملاس ميتبك ابتن ويأكال ميتبك ابتن قداج سامو الله أقوارلو بمتا ويغفر ما دون ذلك كزاوج لالو الله كريلال يمرال لمن يشاء لم يشاو سويلال إيه آيات لأي يتساسات قنزابي سيدقاء قمسا متشالو قن النزي يتساسات قنزابي وچلو برايفيتي كالينو هنون ميسموها اتشو بقل يقاتا مينا اتشو نا عندان دقزي واندموش يتساسات قنزابي هدالو كيوها النت يتنسى سلا جنة ستيا يكو ياوني لا إله إلا الله بيالو الله ونجل سلال ابن جهنم تنشي كتانينا كزا جنة ملسانيال اندزي هاي نتنقي قربوزو قزي አሁን አንተ ጀነት ትገባለህ ብሎ አንድ ካፊረንም እንደዚሁ ከኔ ጋር የነበረ አንድ ሙስሊም ወንድሜ ሲጠይቀው በጣም ብዙ ወንጀል አለብኝ በወንጀሌ ይቀጣኝና ጀነት ይከተኛል ጀነት መግባቴ አይቀርም ግን ጀሃነም የተወሰነ መቀጣት አለብኝ ስለዚህ ተቀጥጨውት አለው የሚል አስተሳሰብ ብዙ ጊዜ አለ ይህ አስተሳሰብ ፍጹም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው በመጀመሪያ ደረጃ አንደኛ እንደ ሙስሊምነታችን ከኛ የሚተበቀው ቁል ያ ኢባዲ الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نيالو انانتا بنفسو چاچو لاي وسان يلفاچو دنبريت اساچو مؤمنان باروچي هوي كالله رحمة تسفات تقرطو بلوال مجمرا تسفا مقرط راسو ليلا تلك ونجلو تسفا اندات تقرطو إن الله يغفر الظنوب جميعا الله اطياتو چن بتقل الله يكريلال يمرالال اسو يمايمرو يكر يمايلو منم ماينت اطيات يلم سلازي اني الله بونجيل مكنيات يقطعنيال بلو قدمو كمناغر بفيت كنيا ميتطبقو مندنو توبت مغبات بزيحو بدنيا لاي يا اللهن يقرتا لماغنيت توبت مغبات አለبن امراچوحالو على انه هو الغفور الرحيم ارسو يقرباي ازان يهونا املاك نونا الله يمرال وانيبوا الى ربكم نالو سلازي ودا جيتاچو تولو تملسو والا واسلموا له لسم تازاج هونو اج ستو من قبل ان ياتيكم العذاب قطاتو ود انانته كممطاتو الناس ثم لا تنصرون كذا من انانته يماتردو كمهوناچو بفيت بمصصت تملسو نالو سلازي مسلم تسفا يقرطم ان شاء الله الله هيقطانم جنتن برحمته يسطنال بلن ግን ለዛ ሰበብ የሚሆን ነገር ሰርቶ መገኘት በኸይር ስራ በኩል ኸይር ስራን ማብዛት ዋጅባቶችን መፈጸም በሸር ስራ በኩል ደግሞ መጠንቀቅና አላህ ክልክል ያደረገብንን ነገር መራቅ እንዳጋጣሚ ሰውነንና ደግሞ ያንን ነገር ወንጀል ላይ ወድቀን سنገኝ ወዲያውኑ ተውበት መግባት
تجوابان بلاك وورد لا انت وته اغباب يالهون نجر بتصف كلاس وسط ياله كروك ساعاتو يدرسه ويم دمو بيريدو يس يوهن استماري يمتا مهونون بتاك مندن نو متادرغو داستر تولو فلغه نو ادل متاطفو داستر يتاطا غزي دمو سوفت كون نبدرالن تيشر متو انداي يطيق ما نو اندزي يصافو اوتو تست يتاله بلو كافاطته غده يفلال سلازي شنت ندوطرو سو انديت اندمنچاكل منالبات سمورتيت ياسالفنو غزي ياله تولو تبلو من يدرغال بسوفت ميهون بليلا نغر لما طفات يموكرال سلازي ان شاء الله موت كممطاتو بفيت كالله غارا كمغنانيتاچن بفيت وانجلاچنن بتوبت بنصحا لناسرز يطبقبنال انجي يقطعينا جنت يغبالو اندي قطاتو ترى زنبلو قلال نغر نو اندي سونتاچن يچلوال ሰውነታችን ይችላል አይችልም እሳትን አይችልም ይሄንን ነው ለናስብ የሚገባው እና ደግሞ እንሂድ ወደ ቀጣዩ እንበልና ታዳ ሰውየው ተውበት ሳያደርግ ቢሞትስ ተውበት ሳያደርግ ቢሞት አላህ ይቀጣዋል እኮ ማለት አይደለም تحت مشيئه الله ነው የሚገባው ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الى المهم ማለት ነው ከዛ ውጭ ያለ ወንጀልን ለሚሻው ይምራል ሲል الله كفلغ ابتداء جنا كجماريو برحمته سايقطاچو باسات ود رحمته ود جنت يكتاچوال كالفلغس وانجلاچو يكفا كهونس يزاني نو بوانجلاچو ليك ليقطاچو يميچلو معناتنو بوانجلو ليك يقطاونا ود جنت يملسوال جن كذا بفيت الله برحمته سايقطاوم جنت ليكتاو يشلال انجي لك ماهتم اند تمتابت اند تكفلبت ورقه اوريدي بقاني يقطانا وطالو يميل عينت دكام استساسب كمسلم ايتطبقم معناتنو بزي ملك نو اياتوچون لنياچو يميجبو دلص نو اهو انا بلب وسط يالا ايمان يهنن يمسلال معناتنو يالو درجه فقد جعل الله تعالى الايمان بالقلب سببا في دخول الجنه الله بقلب وسط يالن ايمان جنت لمغبات سبب ادرغوتال مكنيات ادرغوتال حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تملكته زيغا نبياتنا عليه الصلاه والسلام سيناغرو منالو ان الله تعالى يوم القيامة يقول الله يوم القيامة انده لال يناقرال اخرج من النار لال بونجلو كفات بسراو مطفونة يتنسى جتاچن بجهنم اسات يقطعون سو كاسات اوطوت لال كاسات اوطو من قال لا اله الا الله لا اله الا الله يمتلوان مسكرنت بدنيا لاي تناغرو ينبراون بارين لذيش مسكرنتو سيبال اوطوت وفي قلبه وزن شعيره من ايمان الى يجب صفر يتاقالاچو من يهل اندم يمزن يزان ياكل ميزان يميدفا ايمان يالچو يزان ياكل انكون يميمزن ايمان قلبو لا يالسو لذا ايمانو سيبال اني برحمتي اوطوالو اوطوت يبالال انجدي خير سرا سرتو يماياكسو نو ይሄንን ኢማን እንኳን በመያዙ ከጀሃነም ሰዓት የሚተርፍበት አጋጣሚ አለ ማለት ነው። በሌላም ሐዲስ እንደዚሁ ማሚን አብዲን ከባሪያ ውስጥ አንድም የለም ሊላሂ ለአላህ ባሪያ የሆነ ማለት ነው። قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك لا اله الا الله ብሎ በዚህ እምነቱ የሞተ የለም الا دخل الجنه جنت بيገባ እንጂ ተብሏል። እናም ጀነት ለመግባት ዋና መሰረቱ የልብ ኢማን ነው ማለት ነው። وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باند حديث لا نبياتن صلى الله عليه وسلم منالو باند كامتوچ مكاكل عند سوا الله قالوا ان يوم القيامه بفطرانوچو بتقلالا يفا يميوطا معناتنو ان بمخلوقاتوچو مكاكل يوطال فيشر له 99 سجلا قالوا لذي سو መልካምና መጥፎ ስራ የተሰራባቸው የሥራ መዝገቦች አሉ አይደል 99 መዝገብ ይዘረጋለታል አሉ 99 መዝገብ ይዘረጋለታል ይሄ ሁሉ ምንድነው የሰራው ጥፋቱ ነው ወንጀሉ ነው የሚገርመው ኩሉ ሲጅሊን መዱል በሰሪ እያንዳንዱ መዝገብ
ልክ የአይን ርቀት ያክል ይደርሳል ነው አይንህ እስከት ድረስ ያያል የሚባለው ማለት ነው አንዱ መዝገብ የዚያን ያክል ነው ትልቅነቱ 99 መዝገብ ሙሉ የሰራበት ጥፋቱ ይወጣል ይታያል ይዘረጋለታል ثم يقول الله عز وجل له املاكاتنا الله تعالى لسو من الاول هل تنكر من هذا شيئا استيكنزي üst لك አይደለም እኔ ያልሰራሁት ተጽፎብኛል ብለ እንምጣጥላለው ነገር አለ እንዴ ሲለው فيقول لا يا رب ጌታዬ ሆይ ረ በፍጹም ሁሉም የኔው ስራ ነው በማለት ያምናል ማለት ነው فيقول ጌታችን ይለዋል اظلمك كتبت الحافظون طباقي የሆኑ ጸሐፊዎች መላእክት አንተን በድለውሃል فيقول لا በፍጹም አልበደሉኝም ብሎ መላሽን ይሰጣል فيقول كذام يلوال عليك عن ذلك حسنا بزي قداي لايس ملكم نجر الله يبلال فيهاب الرجل سويو يفرال ينقطقطال فيقول لا منم نجر يلنيم يلال منم نجر يلنيم كسرا يلال فيقول الله تعالى جيتاچنا املاكاچنا الله من يلوال بلا انديتا ጉዳዩ አንተ እንዳልከው አይደለም ኢነ ለከ ዒንደና ሐሰነተን እኛ ዘንድ አንድ ሐሰና ነበረች ይለዋል አንድ ሐሰና አለች ያለው እዛ 99 መዝገብ ወንጀል ነው የተሰጠው እንግዲህ አይኑ በሚያየው ልክ የተዘረጋ እኛ ዘንድ አንድ ሐሰና አለች ወኢነሁ ላዙልመ አለይከ ልየውም ዛሬ በደል የሚባል ነገር የለብህምና ሐቅህን መያዝ አለብህ ስለዚህ አንድ ሐሰና አለች ይባላል ፈትኽረጁ ለሁ ቢጣቃ አንዲት በጣሽ ወረቀት ትወጣለታለች በጣሽ ወረቀት ትወጣለታለች ይሰጣዋል فيها በውስጧ ምን አለ በዚች ወረቀት ላይ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባሪያውና መልእክተኛው ናቸው ብሎ የመሰከራት قال الله فيقول سويو يلال يا ربي جيتاي هوي ما هذه البطاقه مع هذه السجلات اتشي تارا تنش بطاش ورقت كنزي 99 مزغبوش غارا من علاتنا نو يمسطن يلال بيتنياو ملكو نو استي ميوداداروت فيقول جيتاچن من يلوال انك لا تظلم انت تتبدلم فصوم فتح زاري نو يمتايو فتوضعوا السجلات في كفه 99 መዝገቦቹ በአንድ ግራ መዝገብ በአንድ ግራ ሚዛን በኩል ይቀመጣሉ ወልቢጣቀቱ في كفتين ትንሿ በጣሽ ወረቀት ደግሞ በቀኝ በኩል ባለው ትቀመጣለች فطاشت السجلات 99ንም መዝገቦች ወንጀሎችን ሁሉ ተመዝናለች لا اله الا الله ማለት ነው እነሱ ዝቅ ይላሉ وثقلت البطاقه ትንሿ ቢጣቃዋ ተመዝናለች فلا يثقل مع اسم الله شيئا نبياشن صلى الله عليه وسلم ከአላህ ስም ጋራ አሽሃዱ አን ላ ኢላሀ ኢላላህ ከሚለው ጋራ ሚዛን ሊደፋ የሚችል ምንም ስም የለምና አሉ ስለዚህም ወቀድ ሰመ العلماءው هذا الحديث የመስኩ ምሁራኖች ዑለማዎች ይሄን ሐዲስ አሁን የተቀራውን ረጅሙን ምን ብለው ይጠሩታል ሐዲሱን ራሱን ሐዲሱል ቢጣቃ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው ቢጣቃዋ ትንሿ ብጣሽ ወረቀቷ ማለት ነው ሐዲሱል ቢጣቃ በመባል ይጠሯታል ስለዚህ اللهم ثقل ميزاننا بمالت دعاء لنا درج يجبال مالسنا الله ميزاناتنا كف اندي ارجلن اني مزنلن دعاء لنا درج نو لا اله الا الله انقدي درجاو ايه نو موسى عليه السلام يا اللهن طيقوت نبر انتن مذكربت انتن ململنبت ذكر منجدن ستين بميلو ساعات لا اله الا الله بل نبر يالو ይሄማ ሁሉም ባሮቹ ይሉታል ሁሉም ባሮቹ ይናገሩታል እኔ ምፈልገው ትንሽ ለየት ያለ ነው ብሎ በጠየቀው ሰዓት አምላካችን አላህ ምንድነው ያለው لو ان السماوات السبع ومن فيهن والارضين السبع ሰባት ሰማይ በውስጣቸው ያለው ሰባት ምድር ከነነዋሪዎቻቸው በጠቅላላ في كفتين በአንድ ሚዛን ላይ ተቀምጦ ولا اله الا الله في كفتين لا اله الا الله በሌላ በቀኝ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ ማለት ቢሄን لا اله الا ተመዝን ነበር ምንም ነገር የለም የተባለው ስለዚህ የኢማን ደረጃው ይሄን ያህል ነው ማለት በቀልብ ውስጥ لا اله الا الله ማስቀመጥ ከሌሎቹ ከንግግርም ከተግባርም በላጭ ነው ግን ሁሉም ምን አላቸው ቀድም እንዳልነው ደረጃ አላቸው ድርሻ አላቸው ስለዚህ በጥቅሉ ኢማን ማለት አልኢዕቲቃዱ ቢልጂናን ወንጥቅ ቢልሊሳን ወለዓመሊ ቢልአርካን الاعتقاد بالجنان بلب مامن اوقنا ستو مگنيت والنطق باللسان بملاس ممسكرنا ولا عملي بالاركان
በሰውነታችን በአካላችን ደግሞ ታዞ መገኘት ኢማን ይባላል። እምነት ምንለው እኛ ሙስሊሞች ትርጓሜው ይሄ ነው ማለት ነው። ሙስሊሞች ዘንድ ያለው ቦታ የኢማን ደረጃው ይህንን ይመስላል። እምነት በልብ ነው የሚል አይነት አስተሳሰብ ከሌላ ወገኖች የተወረሰው ባዶ ይሆናል እዚህ ጋር ራቁቱን ይቀራል። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የለም። እምነት በልብ ነው የሚባል ነገር ትርጉም አልባ ነው። በልብ ብቻ ሊሆን አይችልም። ኢብሊስ ለአነቱላሂ አለይ አላህ ጌታው እንደሆነ አያምንም ነበር እንዴ? በልቡ አያምንም? ያምናል። ስላመነም ነው የአላህን ትዕዛዝ በኩራትና በአምባገነንነት እንቢ ብሎ ከጀነት በተባረረ ሰዓት قال ربي فانذرني الى يوم يبعثون ያለው። ربي ጌታዬ ሆይ እኮ ብሎ ነው አላህን ያናገረው። ለካ አላህን ጌታው እንደሆነ ያምናል ማለት ነው። ሰዎች እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስም አቆየኝ ብሎ ለመነ። ህይወትን መስጠት የሚችል ማቆየት የሚችል አላህ ብቻ ነው ማለት ነው። ጀዛከ ሙያ በልብ ነውልክ። ሙያ በስራም እኮ ይገለጻል። በልብ የተቀመጠ ቢሆንም ወደ ስራም ተገልጾ በተግባር የሚታይ መሆኑ አይቀርም። ስለዚህ ዋናው ቆም ነገሩ በልብ ብቻ ነው የሚባል ነገር ትርጉም አልባ እንደሆነ ሚዛን እንደማይደፋ ከዚህ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ተግባባን አሁን? ስለዚህ የኢማንን ምንነት በዚህ መልኩ ካየነው አሁን የኢማን ዘርፎች ወይም ደግሞ መሰረቶች ምንድናቸው ወድሚለው ልንሄድ ነው። ወቀድ ሰአለ ጅብሪሉን አለይሂ ሰላም አንነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ኢማን ዘርፎች ስለ ኢማን መሰረቶች መላእክቱ ጅብሪል በሰው አምሳል መጥቶ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጥቶ ጠይቋቸው ነበር። ስለ ኢማን ንገረኝ ሲላቸው فقال له عليه الصلاه والسلام ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለው ነበር? አሃ فقال له ለሳቸው ምን አላቸው ጅብሪል فاخبرني عن الايمان ስለ ኢማን ንገረኝ ሲላቸው فقال له መልእክተኛው ምን አሉት? ان تؤمن بالله አንደኛ ኢማን ማለት በአላህ ልታምን ነው وملائكته በሁለተኛ ደረጃ በመላእክቶቹ ልታምን ነው وكتبه ባወረዳቸው መለኮታዊ መጽሐፍቶችም ልታምን ነው ሶስተኛ ورسله በላካቸው መልእክተኞች ልታምን ነው አራተኛ አምስተኛ ደግሞ واليوم الاخر ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ በመጨረሻው ቀን ታምናለህ ስድስተኛ وتؤمن بالقدر خيره وشره በዚህ ዩኒቨርስ ላይ የሚከናወን ማንኛውም መልካምም ይሁን መጥፎ ስራ በጠቅላላ ውሳኔው ከአላህ ዘንድ መሆኑን አምነህ ልትቀበል ነው ብለውታል። ይሄ ሁሉ ምንድናቸው? የኢማን መሰረቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ስድስት ነጥቦች ያምናል ሙስሊም። الايمان بالله تعالى كسدستو يمجمرو مندنو باملاكاتشن الله بتشنيا جيتنت مامنو وهو اصل الايمان يا امنت كله مسرته وانو السنو واصل الاسلام يا اسلام مسرته بالله مامنو وقد قال الله تعالى الله من الهلال الحمد لله رب العالمين مسغانا لا الله يغباو يا علامات جيتا له هو نو يميلو يا يونيفرسو جيتا مانو املاكاتشن الله نو وقال ذلك الله ربكم ይሃቹ እውነተኛ አምላካቹ አላህ ብቻ ነው ብሏል። አላህ ብቻ ነው። ስለዚህ አላህ እውነተኛ ጌታችን ነው። ኦኬ ኪታቡ ላይ አሁን ሌሎች ነጥቦች ውስጥ ገብቶ ያስተማረ ነው። ان شاء الله سلا ايمان مننت تقلل بالملكو كتردان نواقيدوچو ندمو ني ايمان الناس دي بذا تقاراني كليلا كتاب لاي ايمانن ميافرسو نغروچ دمو منمن اندهونو يا ايمانن مننت كاين يانن ان شاء الله يتوسنو نطبوچن نملكتالن كرئسو غار اندي يا يازلين بيي نو اهون كتاب يقيركوت
ይሄ ቀጥታ ወደ ትምርቱ ገብቶ ራእሱን ስለጀመረ ራእሱስ ከመግባታችን በፊት ስለ ኢማን ምንነት ስለጀመረን ناقض الإيمان على مقتضيات الإيمان على إيمان ميسكت لاتشو نغروش إيمان دقمو ندزيهو أمي فرصبات شو منغروش سلالو غرا منغر يانن لغل صلى الله شوفر لغالو ماشي عندنا مقتضيات الإيمان ايمان تادا قدم بتتقسو ملكو باند مسلم لبوناوست باند مسلم قلبوست كتقمطه ايمان مگلهچا منگدوچ አሉት እና እነዚ مگلهچا منگدوچ مقتضياتوچو من من እንደሆኑ ጠቅለል ባለ መልኩ የተወሰኑ ወደ 7 ወይም ደግሞ 8 የሚሆኑ ነጥቦችን እንመለከታለን ከዛ ውስጥ አንደኛው አተስዲቁ بكل ما جاء من عند الله ከአላህ ዘንድ የመጣውን ሁሉ አምኖ መቀበል ከአላህ ዘንድ የመጣው እውነት ብሎ መቀበል አንደኛ የትክክለኛ እምነት መገለጫ መንገድ ነው ትክክለኛ እምነት ያለው ሰው ከአላህ ዘንድ የመጣውን ሁሉ ይቀበላል فالمؤمن አማኝ የሆነ ሰው يصدق بكل ما اخبر به الله سبحانه وتعالى في كتابه الله በመጽሐፉ በቅዱስ ቃሉ በቁርአኑ የተናገረውን ሁሉ እውነት ነው ብሎ አምኖ ይቀበላል او على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ወይም በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም አንደበት የተነገረውን ነገር ሁሉ አምኖ ይቀበላል بلال سيامنم تصديقا جازما قرطنيا يهونا امنتنا يميزو لا يخالطه شك ولا ريب مولا ولنا متراتر يالتدبالك ابت يهونا قرطنيا امنت ييزال مالتنا فالمؤمن يؤمن اهون اما من يهونا سو يامنال ان كل ما خالف يتكرن نقر بتقل الله او يخالف ما اخبر به الله سبحانه واما الله يتناقرون النجر كله يميقارن النجر كله بتقلالا فهو باطل كنت دهونه يامنال معناتنو كنت نو بلو يامنال مهما زينه اصحابه او زيفوه يذا يكنتو بالبيت يهونو سوت يتونم ياهل بياغاغيتوت يتونم ياهل بياسمروتم كالله قال غارا سلتغاچ كنتنتنا منو يقبلال وذلك لانه يؤمن مكنياتهم هي مؤمن يميامنو نغر سلاللهو بان الدين من عند الله العليم دين حقنا امنت مالت كالله زند بتشال يمتا اندميچل الحكيم الذي احاط بكل شيء علما اوقتو بهلونم نغر ياكاببه بهونو طببنيا جيتا كالله زند بتشا يميمتا مهونون سلمياوق يانن يميقرن هلو كنت مهونون ياوقال مالتنو هلتنيا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله من مقتضيات الإيمان إيمان كم يسكت لاتشو بمؤمنوش من النتوست مقلاج أكوهون ببت منقلو تشوست هلتنيا والله ننا ملك تنياون متازز يونتنيا مؤمن من لا يباهرونو وذلك أن من آمن بالله ورسوله الله ننا ملك تنياون يامنا وتيقن أن وعد الله حق يا الله يتسفاك الكدان يتسفاك طرو ونتنو برو يرقاك وأن الله عز وجل قد رتب الأجر والثواب على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الله ملك تنياوننا رسول لتعزز السوج عجر ناس كم طالبلو يامنا سو فإن إيمانه بذلك يهمنة من يدر قوال يلزمه الاستسلام لأوامر الله ورسوله لا الله نال ملك تنياو تأزاز الجندسات إدار قوال مالتنا قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول الله نام ملك تنياون يمي التازسو فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم عند زينتوچو كنزاقار ناتشو إلال الله صقاون كافس سباتشو غارا من النبيين كنبياتوچ والصدقين كأونتنيوچ والشهداء والصالحين كسماعتاتنا كصالحوچ عبرو يهونا اللو إلال وحسن اولئك رفيقا كنذي غير وداجنا غدنيا مهون مننيا يا مارنو الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا عليه الصلاه والسلام من يلالو كل امتي يدخلون الجنه يعني امتوچ كله بتقلالا جنت يغوالو عليه ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ በጣም ደስ የሚል ትልቅ ቢሻራ ነው ኩሉ উመቲ يدخلون الجنه የኔ উመቶች ሁሉ በጠቅላላ ጀነት ይገባሉ الا من ابى نا ጀነት ገባ ሲባል እንብ ያለ ሰው ብቻ ሲቀር አሉ
የጀነት ግብዣ ተደርጎለት እንብ ያለ ሰው ብቻ ሲቀር ሁሉም ጀነት ይገባል ቂለ ወመን ያአባ ሰሃቦች ግራ ገብቷቸው አንቱ ያአላህ መልእክተኛ ሆይ ና ጀነት ግባ ሲባል እንብ የሚለው ማን ነው እሱ ብለው ጠየቁ قال መልእክተኛውም ሲመልሱ ምን አሉ من اطاعني دخل الجنه እኔን ይሻለኝ እኔን ይታዘዘኝ ቀጥታ ጀነት ገባ ومن عصاني كتزازي افنقت يامصي سو فقد عبا نا جنت غبا سيبال برغتم انبيالو اسونه والو سلازي الله ويس يسنيهون او الله مان انبيتنياو معناتنو اللهنا ملكتنياون انبي معنات نا جنت غبا سيبال انبيالو سو اسونه والو نا اللهنا ملكتنياون متتازز ليلاو يتككلنيا امنت مغلچا نو معناتنو ሶስተኛ አዳኡ الفرائض ግዴታዎችን በአግባቡ መወጣት ዋጅብ የሆኑ ነገሮችን በአግባቡ መወጣት የትክክለኛ ኢማን መገለጫ ባህሪ ነው فالقلب اذا عمر بالايمان لب በትክክለኛ ኢማን ከተገነባ فان ذلك ይሄ ነገር يقتضي ان تنبعث الجوارح بالاعمال الصالحه አካል መልካም ስራን በመስራት እንድትንቀሳቀስ ያደርጋታል ማለት ነው والاجتهاد في اداء الفرائض يا اللهም ግዳጃች ለመፈጸም መታገል እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው واما من لا يؤدي الفرائض ግዴታዎችን የማይፈጽም ሰው ويدعي انه مؤمن ግን እኔ مؤمن ነኝ ያለ ግዴታን ችላ ያለ ሰው ካለ فلا شك انه كاذب እንደዚህ አይነቱ ሰው ውሸታም ለመሆኑ ጥርጥር የለውም ቀድ ኸዳአሁ الشيطان ሰይጣን በርግጥ አታሎታል ወዘየነ ለሁ ሱ عمله መጥፎ ስራውንም እንደዚሁ አጊጦለታል فلو ان قلبه صلح بالايمان ልቡ በኢማን የተስተካከለ ቢሆን ኖሮ لصلح جسده كله بأداء الفرائض አጠቃላይ ሰውነቱ واجب የሆኑ ነገሮችን በመፈጸም ይስተካከል ነበር قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሲናገሩ ምን አሉ ان في الجسد مضغه ሰውነታችን ላይ የምትላመጥ የሆነች ቁራጭ ስጋ አለች اذا صلحت صلح الجسد كله እሷ ከበጀች ከተስተካከለች ሰውነቱ ሁሉ ይስተካከላል ይበጃል واذا فسدت እሷ ከተበላሸች فسد الجسد كله ሰውነቱ ሁሉ ይበላሻል على وهي القلب اواج نقو الصوم لبنيتش قالوا ስለዚህ በአካል መታዘዝ ለኢማን መጠንከር አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው ሌላው አራተኛው من مقتضيات الايمان ايمان ትክክለኛ እምነት በአማኝ ሰውነት ውስጥ በአማኝ ማንነት ውስጥ ከሚያስከትላቸው ግዳቶች መካከል ምንድነው አተውበቱ والاستغفار ተውበትና استغفار ተውበት ማድረግ نصحى مقبات ودى الله يكرتان تياك ايه مادرق اهم ليلو ايمان كم ياسكتلات شونا قروشنو ان المؤمن اذا استزله الشيطان ببعض ما كسب عند مؤمن سيطان بياساستو يتوسنو بسرات شونا قروش مسمر بياسلككو فاوقعه في شيء مما حرم الله عليه الله ارم بادرقبت بتوسنو نقروش لي بيتلو مالتنو فإنه يسارع الى التوبة السوديون ودتوبت يتشاكولال وذلك بالندم على ما فرط في جنب الله يهم بالله حقيقات لاي مالتنا وسن بالفو نقر تتسطو ولا يصر على معصيته بمسر وانجلم يالزوت ترهنا ودى الله توبتي قبال مالتنا ويطلب المغفرة من الله ከአላህም ዘንድ ማለት ነው ምህረትን ይጠይቃል قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين الله يمأمنان ባሮችን ባህሪ ሲናገር ምን ይላል والذين اذا فعلوا فاحشه እነዚህ አንድን አስቀያሚ መጥፎ ነገር በሰሩ ሰዓት او ظلموا انفسهم وهم نفسቻቸውን ሲበድሉ ذكر الله الله ان يوصلوا فاستغفروا لذنوبهم لوانجلاتهم مهرتن يطيقالو ومن يغفر الذنوب الا الله جزاك الله ادمين خطيئاتن ممرك الله بسكر ليلى يلمنا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بمسروا السرا
የማይዘወትሩ ናቸው ያወቁ ይላል። ስለዚህ ተውበትና ኢስቲግፋር የእውነተኛ ሙእሚኖች መገለጫ ባህሪ ነው ባህሪያቸው ነው። አራተኛ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر በመልካም ማዘዝና በመጥፎ መከልከል በመልካም ማዘዝና በመጥፎ መከልከል የሙእሚኖች ባህሪ ነው። አምስተኛ ይቅርታ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر በመልካም ማዘዝና በመጥፎ መከልከል من مقتضيات الايمان ኢማን በአንድ አማኝ ልቦና ውስጥ ከሚያስከትላቸው ነገሮች ናቸው። ወሚን ሲፋት المؤمنين የእውነተኛ ምእመናንን ባህሪ ነው። قال الله تعالى الله من يلال والمؤمنون والمؤمنات እውነተኛ ምእመናን ወንዶችና ሴቶች بعضهم اولياء بعض كفيلاتቸው ለከፊሉ ረዳት ናቸው። يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر በመልካም ያዘሉ ከመጥፎም ይከለክላሉ። ስለዚህ ይሄ በመልካም ማዘዝ በመጥፎ መከልከል የአማኞች ልቦና ነው። ትክክለኛ ኢማን ያለው ሰው የሚያደርገው ነው። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ነብያችን صلى الله عليه وسلم ምን ብለዋል? من رأى منكم منكرا ከእናንተ ውስጥ መጥፎ ስራን ሲሰር ያየ ሰው ካለ فليغيره بيده በእጁ ይቀይረዋል። ያንን ነገር በእጁ ይለውጣው። فإن لم يستطيع የማይችል ከሆነ ደግሞ فبلسانه በምላስ ይናገራል። ይሄ ከአላህ ጋር የሚያጣላ መሆኑን በመላስ ይናገር። فإن لم يستطيع فبقلبه ካልቻለ ደግሞ በልቡ ይጥላ። وذلك أضعف الإيمان ይሄ ከኢማን ውስጥ ደካማው ፓርት ነው አሉ በቀልብ መጥራት። ያኒ በሌላ ሐዲስ وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان እንዳሉት ከዚህ በኋላ የጎመን ዘር ፍሬ የምታክል ኢማን የለውም። አንድ መጥፎ ስራ ሲሰራ ካየ ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው ከሶስቱ አንዱን ብቻ ነው የሚተገብረው ማለት ነው። እሱም ኢማን ያለው ከሆነ ነው። የመጀመሪያውና ትልቁ ምንድነው? ያንን ነገር ኃይል ተጠቅሞ እንዳይሰራ ማድረግ፣ ጉዳዩን ማስወገድ፣ ያንን ነገር ማስቆም አንደኛውና ትልቁ። ያንንም የማይችል ከሆነ ደግሞ በምላሱ መናገር። አላህን ፍሩ፣ አቁሙ፣ ይሄንን ማድረግ ከአላህ ጋር ያጣላችኋል ብሎ ቶሎ በምላስ መናገር። ካልቻለ ያለው የመጨረሻ አድል ምንድነው? በልቡ መጥላት። ይሄ ማለት ከአካባቢው ዘወር ማለት የድርጊቱ ተባባሪ እንዳልሆነ መግለጽ። አለበዛ አብሯቸው እየተቀመጠ እነሱ حرام ነገር ሲሰሩ እኔስ ካልሰራሁ ድረስ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ኢማን ይሄንን ነው የሚያስከትለው ማለት ነው። ስድስተኛ ዳዋቱ الناس الى دين الله ሰዎችን ወደ አላህ ሃይማኖት መጣራት የትክክለኛ ኢማን መገለጫው ነው። በጨለማ የሚመላለሱ ወገኖች አሉ። ምን ወደ እስላም ብርሃን ብሎ ያለምንም ምፍረት ያለምንም መሸቃቀቅ ያመሸማቀቅ ወደ እስላም ብርሃን መጣራት። ወጂሃዱ ሷዲና አን ሰቢልላህ ከዚህ አላህ መንገድ ላይ ደሞ እንቅፋት የሚሆኑ በር የሚዘጉ ሰዎችን ደሞ መታገል። ይህም የኢማን መገለጫ ባህሪ ነው። ان العبد اذا ذاق حلاوه الايمان عند الله باريا ايمانن طفتنا بقمس غزي وتمكن حب الله من قلبه يا الله فكر يا الله وديتا معناتنو بلبو لا يتمشاشتو سيقمط فانه يسعى جاهدا اهون يتغل سو مهون يجمرال في ان يبعد نفسه واهله والناس جميعا من ظلمات الكفر والالحاد والغفله راسهم بتسبوچنم اتقالاي سوچن كله من ظلمات الكفر ከክህደት ጨለማ ወለልሃድ ከእምነት የለሽነት ጨለማ እንዲሁም ወለغفለቲ ከዝንጉነት ጨለማ الى نور الايمان والقران والهدايه ወደ ኢማን ወደ ቁርአንና ወደ ሂዳያ ብርሃን ሰዎችን ሊያወጣቸው መታገል ይጀምራል። فهو يدعو الى الله ወደ አላህ መንገድ ሰዎችን ይጠራል متحملا اذى الناس የሰዎችን መከራ የሚያደርሱበትን ነገር ሁሉ የቻለ ሆኖ ዳዕዋ ያደርግላቸዋል። محتسبا الاجر والثواب عند الله محتسبا الاجر والثواب عند الله سبحانه من داون دموزون الله زن يتساسب دعوة يدرقال. قال الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ودى الله من قر كم يتراس ويبلت نققر يا مار مانو وعمل صالحا ارسم الكامسري هنو وقال انني من المسلمين انيم كمسلم وچنن يالا ودى الله من قر كم يتراس ويبلت نققر يا مار مانو ملم سلم يل مالتنو.
በሌላ ማአት ላይ ቁል በላቸው هذه سبيلي ادعو الى الله ይህ መንገዴ ሲሆን ወደ አላህ ተጣራለሁ على بصيره ግልጽ በሆነ ማስረጃ ላይ انا ومن اتبعني እኔም ሆንኩኝ የተከተሉኝም ሰዎች ጭምር ማለት ነው በግልጽ ማስረጃ ላይ ሆነን እንጣራለን وسبحان الله الله ከጉድለቱ ሁሉ ጥራት ይገባው وما انا من المشركين እኔም ካጋሪዎች አይደለሁም ብላቸው እንዳለው ማለት ነው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ደግሞ በአንድ አዲሳቸው ምን ይላሉ من دعا الى هدى ወደ ሂዳያ መንገድ ወደ ቅን ጎዳና የተጣራ ሰው አሉ كان له من الاجر مثل اجورهمه كاجرنا كمندا يتكتلوت سوج كله الله قالوا لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ايه مندا كنسو منم سايقنس كله ما الله قالوا انجد تملكتو سو يمياغنيو اجر سبب الهدايه كهونه يا سو يمياغنيو اجر كله اسو يمياغنيال معناتنو اهون كزي اجر انصار سناي باجر قطر عند حبتام يميبالو يتنياو سو نو مان نو استي باجر حبتام يميبالو قطر عند مان نو سلاچو ايمان تلالاچو ابو بكر دبي مناكر እሺ አላህን ሚፈራ አመል ሳሊህ ቁጥር 1 ኡስታዝ ነው ሰደቃ የሚሰጥ ቢልጌት ነው አቡ ኢምራን አውቀህ ነው ቢልጌት ያልከው እሱ አይደለም ቢልጌት አውቀህ ነው እየቀለድክ ነው እንዴ እና ሀቢባችን በትምርት ሰዓት እንኳን አይደለም ኢንሻአላህ በኋላ سنጨርስ ይሻላል ወይ ሳያውቀው ይሆናል ይሄን ሌላ ነገር መናገር ፈልጎ ይሆናል አላኩል ሐለም በመሐል ልታዝናናን ልታጫውተን ፈልገህ ከሆነ ኢንሻአላህ በኋላ سنጨርስ መቀጠል ይቻላል ግን ቢልጌት ካፊር ነው ወይስ አንተ አዶልፍ ሂትለር ላለው ብለህ ነው የተወሰኑ ቆሻሻዎችን ከመድረገጽ ስላጠፋ አላኩል ሐል በሀብት ቁጥር 1 ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው ምክንያቱም አቡበከር ሲዲቅም በሉ ሰደቃ የሚሰጥም ሰው በሉ ማንንም በሉ ለዛ ሁሉ መሰረቱ ፈርቀዳጁ ማን ናቸው እሳቸው ናቸው ከእሳቸው በኋላ ቂያማስ ከመቆም ድረስ የሚመጣው ሰው ሁሉ እንደዛ የተለያየ የዒባዳ ዘርፉ አጅሩ ሁሉ ተሰብስቦ አንድ ላይ ወደሳቸው ይሄዳል ማለት ነው ከዚህ የበለጠ የሚያስቀናና የሚያስደስት ምን ይኖራል ሰባተኛ ሰባተኛ ሙዋላቱ ሙእሚኒን ወተበሩኡ ሚነል ካፊሪን ምእመናንን መውደድ ከሃዲያንን ነጻ መሆን ከነሱ መገለል ነጻ መውጣት የትክክለኛ ኢማን መለያ ባህሪው ነው አልወላ ያ ወላ ሲባል وحب وود موددنا ما فكرناه ومناصره وتأييد ماجز اندزيهم دغمو اوكي ويسبر من يبالال عفوا من البات ينغغر ستتم كهونه اسكي من اندميبالو نغري تساسچي كهونه انا موددنا ما فكر مردات متتغاغز ايه ولا يبالال ايه دغمو مان يميارغو نو عند مؤمن يونه سو لاخيه المؤمن لمؤمنان وندمو مالتنا ومن اهم مقتضيات الايمان ان يستكمل المؤمن ولا اهل اخوانه المؤمنين سلازي ايمان ملؤ كم يهونباتشو مغلجا منغروچو عند مؤمن يونه سو لليلا مسلم وندمو لليلا مؤمن وندمو ايمانو ليجلصلت يغبال مالتنا አዎ እናንተ ሀገር ይገባኛል ኦፌንሲቭ ነው ምናልባትም ጂው ብለህ ከተናገርክ ራሱ በነቀታይን ሊያስከስስህ ይችላል እኔ ምናልባት ባነጋገር ህክማ እዚህ ጋር ሳላውቅ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል እንጂ ኦሬዲ ከቆሻሻም የባሱ ናቸው ቀውሙን غضب الله عليهم ولعنهم عليهم لعنة الله المتتابعة الى يوم القيامة እና ምእመናንን መውደድ ከካፊሮች ነጻ ማውጣት ይሄ የሙእሚኖች መለያ ባህሪ ነው አላህ በአንቀጹ ምን ይላል ኢነማ ወልዩኩም አላህ አላህ የናንተ ወዳጃችሁ ነው ይላል ኢነማ ወልዩኩም አላህ አላህ ወዳጃችሁ ነው
ورسوله اندزيهن دقمو ملك تنياهم جمر ينان توداجاتشو والذين آمنوا النزيم يامنوت الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة صلاة المسجد زكاة باقبابو يمسطو وهم راكعون لجيتاتشو سقاج سقاج هونوناتشو ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الله النام لكتنياون اندزيهم يامنوا سووچن يمنوا وداجسوا فإن حزب الله هم الغالبون يا الله حزبوچ عشنا فينا اتشونا ايلر سلزي آماني لآماني موادد قدنو بليلة آيات لي والمؤمنون والمؤمنات ونتنيا آماني وندوچنا آماني ستوچ بعضهم أولياء وبعض كفيلات شو لكفيلو رداتنا شو يأمرون بالمعروف بملكة ميزالو وينهون عن المنكر كما تفيك لكلالو ويقيمون الصلاة صلاة استكاكلو يسجدالو ويؤتون الزكاة زكاة باقباب يسطالو ويطيعون الله ورسوله الله النام لكتنيون متاززالو أولئك سيرحمهم الله اندين توجن الله دفيت يازن الله شوال إن الله عزيز حكيم الله شنا في النات أببنيان أولا اندزهم بليل أبوتا وقد جعل الله للمؤمن أسوة حسنة في التبرؤ من الكافرين ككافروش نسأ موتاتنا مجلل يلب ودا جادرقو عالم يازن الله ملكا ما رأينا فلقا درقو مصالي بلو يتكسر لنا بليل آية من إلال قد كانت لكم أسوة حسنة لنان تبرقت ملكا ميهون مكتل ملكا ميهون رأي الله في إبراهيم والذين معه بإبراهيمنا كالسقارة بالو قبراب بروتشو كالسقارة بالو تكتايوتشو إذا قالوا لقومهم لهزبو تشاتشو بالو قزي إنا براء منكم إنيا كنان تترنن كنان تنبتشا سيهون ومما تعبدون من دون الله كالله تشي بمتا ملكو تشوم تعوتات يترنن كفرنا بكم بمتا ملكو تملكو كدنال وبدا بيننا وبينكم العداوة بيننا بنان تمكاكل تلاتنة من دزيهو يفاهون والقلس والطول والبغضاء تلاتشان تمر ابدا اسكز العالم نو حتى تؤمنوا بالله وحده بالله بتشنيا جتنت اسكتامنو درسالو الناس كاهون ياناچو كله مندناچو ايمان امياسكتلاچو نغروچ ناچو باماني لبونا وسط مالتنو ايمان አለኝ የሚል ሰው እነዚህን ነገሮች መተግበር እንዳለበት የሚያሳይ ነው ሁለተኛው ነዋቅዱል ኢማን ኢማንን የሚያፈርሱ ነገሮች ምንድናቸው إيمانن يميافرسو نغروش إيمانن كميافرسو نغروش عندن يوم دن نو كفر نو الله كفر دقا يتبقا كفر ويم كهدت نو استي كفر بس انت من غروش يكستال كفر ميكست باچو ودى عراتنا عمست من غروش عالو كزاوست عندن يوم دن نو يو كفر اينا توش النصف اللي نيال كهدت ويم كفر بمن يمت قلبي ببال شرك راسون يشال نو حرم اهون كفر نو من نيو كهدتن شرك ماقارات نو ميبالو كفر ميكست باچو منغدوش كهدتن ميقرب باچو كداداوش عينة وچو بامست تقلل لادرقو علموش قلت اوتال كالنزي مكاكل عندن يو من يبالل كفر التكذيب يبالل بماستبابل بماستبابل يميمتع كهدت يبالل كاستبابل يهي من دنو كهدتنا ومالتنا وهو اعتقاد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلي نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا الله نبي يدل من بلو كاستبابل إيه سو كافر يبالا لمن كهدتو بما استبابل بكل سلق بابت بيتن يوم الساتشو بمتبت نقر هلو ككاد كاستبابل كفر التكذيب تبلو الترال لما صلي الله من إلال وإن يكذبك أنت نبي استبابلو فقد كذب الذين من قبلهم كانت بفيت نبروتن برقتن تستواب لوال جاءتهم رسولهم بالبينات ملك تنيو تشاو بقلت مصر جامتو نبر وبالزبور اندهم مصحفتو تشنيزو متو وبالكتاب المنير بقلاج انكس وچم بقلاج مصحفتو تشم ثم اخستو الذين كفروا كزام النزاي كادو تنسووش ياسكوات شو فكيف كان نكير كتاتين ديت اندن نبرتشم تملكاتي لان سلزيان دنيا بمستواب الكهداتي متال هلتنياس كفر إباء واستكبار كرات النام بيتين النت بكرات بن بيتين النت كهدتي كستة عالم ألتنو إهي مالت وهو مثل كفر إبليس يا إبليس كهدتنو فإنه لم يجهد أمر الله يا الله أنت إذا ذا الكادم
አላዘዝከኝም ብሎ አላስተባበለም ትእዛዙን አልካደም መታዘዙን አምኗል ወላ ቃበለሁ ቢልኢንካር ወይም በማጥላላት እንዴት ታዘኛለህ እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ይገባ አይደለም ብሎም ቀጥታ አልተቃወመም የተቃወመው ምላሽም አላሰማም ወኢነማ ተለቃ ግን ይህን ክደት በየትኛው መስመር ነው የገባበት ቢልኢባኢ ወልስቲክባር በእንቢተኝነትና በኩራት ነው ለዛ ነገር ከማድረግ ኮራ እንቢ አለ ይህም ቢተኝነትና ኩራቱ ግን ክህደት ውስጥ ከተተው ማለት ነው ይሄ ማለት وهو مثل حال من يعلم ان دين الاسلام هو دين الحق ለምሳሌ ዛሬ የእስልምና ሃይማኖት ትክክለኛ ሃይማኖት መሆኑን የሚያውቅ ሰው አለ الذي لا يقبل الله سواه الله كسوچ ሌላ ማንንም ሃይማኖት እንደማይቀበል ትክክለኛ دین መሆኑን የሚያውቅ ሰው አለ ነገር ግን ሰው ይምን ያደርጋል ይተወዋል ለራሱ ሃይማኖት ሌላ የሰውን ህግና ስርዓት ይከተላል በቃ በኩራት እንዴት ነው እስልምና መሆናለው ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር እንዲታብር ይታያለው በማለት በኩራት በእንቢተኝነት ይተዋል ማለት ነው እንዲህ አይነት ነው ይሄም አይነት ክህደት አለ አላህ የኢብሊስን ሲነግረን ወይድ ቁልና ለልመላኢከት ይስጁዱ ለአደም መላእክቱን ሁሉ ለአደም ያክብሩት ስግደት ስገዱ ባልናቸው ጊዜ አስተውስ ፈሰጀዱ ሁሉም ባንድነት ሰገዱ ኢላ ኢብሊስ ኢብሊስ ብቻ ሲቀር አባ ወስተክበረ ወካነ ሚን አልካፊሪን እንቢ አለ ኮራ በዚህ ተግባሩም ከካሃዲዎች ሆነ ይላል ሶስተኛ ኩፍሩ ለኢራድ ቸልተኝነት በችላ መዞር በቸልተኝነት የሚመጣ ክህደት አለ وهو الاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጡበትን መንገድ ቸል ማለት ምን ማለት ነው ፈላ ይصدቁሁ እውነትም ነው ብሎ አይቀበል ወላ ይከذبሁ ወይ ውሸት ነው ብሎ አያስተባብል ولكنه يعرض عنه ግን ቸል ብሎ ይዞራል እንዳልሰማ ጆሮ ዳባ ለበስ ነው የሚባለው እንዳልሰማ ሆኖ ቸል ማለት ይፈልጋል ዝንጉ ለመሆን قال الله تعالى الله من إلال ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه يجيتو أنقص كاستاوسوتنا بجيتو أنقص كتغسسسو بلاي من بدلني الله ثم أعرض عنها كزام تشلبلو يزور إنا من المجرمين منتقمون كأمصنيا كهديوچ تبقايوش ننا إلى الله አራተኛው ክህደት ደሞ ኩፍሩ ሽክ በጥርጣሬ የሚገባ ክህደት አለ بمتراتر يميغباله وهو الذي يشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا صلى الله عليه وسلم مثلا يمطوبت منجد اونتنا ويس አይደለም ብሎ ቢጠራጠር ማለት ነው ይሄ ሰው ምን ይሆናል ክህደት ውስጥ ይገባል ማለት ነው فلا يجزم بصدقه اونተኛ ብሎ ወይ ቁርጣ ያረግ ወይም ደግሞ ولا بكذبه ውሸተኛ አይላቸው እንደ ሙናፊቅ ይጠራጠራል ይሄም ክህደት ነው አምስተኛ ኩፍሩ ልጁሁድ ሙሉ በሙሉ ደግሞ መካድ በቃ እምነት የሚባል ነገር የለም የሚላል አይደለ መጽሐፍ አልወረደ አምላክ የለ ነብይ የለም ብሎ ሙሉ በሙሉ እንደ ኤቲስቶች የሚክድና የሚያስተባብላለ እነዚህ አምስቱ በጠቅላላ ምንድናቸው ኩፍር የሚባለው ስተካተው ኩፍር ኢማንን የሚያጠፋ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ ያው እዚ ላይ እናቆማለን ቀሪውን ሰዓት የውይይት ሰዓት እናደርጋለን ጥያቄ ያለው ሰው መጠያየቅ እንችላለን እሺ አምስቱ የኩፍር መንገዶች አንደኛው ኩፍሩ ተክዚብ በማስተባበል የሚከሰት ክህደት አለ ሁለተኛው ኩፍሩ ልኢባኢ ወልኢስቲክባር በእንቢተኝነትና በኩራት የሚከሰት ክህደት አለ ሶስተኛ ኩፍሩ ለኢራድ ቸል ብሎ ጆሮ ዳባ ለበስ ብሎ እውነትም ማይል ውሸትም ማይል በቸልተኝነት ጀርባ በመስጠት በመሸሽ የሚከሰት ክህደት አለ አራተኛ ኩፍሩ ሽክ በጥርጣሬ የሚከሰት ክህደት አለ ይጠራጠራል እንደ ሙናፊቅ አምስተኛ ኩፍሩ ልጁሁድ ፈጽሞ ደግሞ በመካድ ነብይ የለ መጽሐፍ የለ አምላክ የለ ይያለ በማጥላላትና በመካድ የሚመጣ አለ አምስቱም ግን ኩፍር ናቸው እነዚህ መንገዶቹ ናቸው አላህ ይጠብቀን ሁላችሁም በጥሞና ስላዳመጣችሁ جزاكم الله خير الجزاء ማይክ ፍሪ